اسمك وتصرخ مهما تصرخ ولا حد يسمعك. فلو عندك مشكلة خروجي وقولي. محبوسة، في ناس بيقولوا معمولة موجودة في سجن خاص في عزبة في الصحراء، في ناس بيقولوا لا دي دخلت غيبوبة. الحقيقة السؤال ده لازم نتوجه به للشرطة المصرية وللنائب العام، فين المغنية آمال ماهر؟ وإن كان العمل لدى تركي الشيخ معضلة للحديث عن آمال ماهر على شاشة التلفاز، فليخرج لنا عمرو أديب بفيديو على حساباته الشخصية وليشاركنا في البحث عن إجابة هذا السؤال مرة أخرى. آمال ماهر فين يا عمرو؟ حاولنا نتواصل معاها على نمر التليفونات اللي عندنا لكن الحقيقة ما ردتش، وبالتالي لما عرفنا نتواصل مع أسرتها قلنا ان احنا يعني احسن نطمن منهم وطمنونا الحقيقة انها كويسة وبخير وان كل شيء تمام. أمنية نفسي أحققها إن أنا إن شاء الله أعمل فن ينال إعجاب الناس ويأثر فيهم بحاجة إيجابية. ليه اللي جايلك أجنبي عارفة عليك تطبطبي وتركبي الوش الخشب وعلى